أصدقائي أهلا وسهلا فيكم في فقرة جديدة من فقراتي ما بعرف أطبخ، ولستاتكم بتقولوا عني ما بعرف أطبخ، بس هلأ بدي أعملكم شغلة كتير حلوة وزاكية. بدي أعملكم كب كيك مغطس بالشوكولاتة والإم أند إم. نبدأ. هلأ صار الكب كيك جاهز. يم مسك طعمه بين كتير زاكي. نننا رح أكله لحالي. وهلأ بدنا أحط عليه المكونات الشوكولاتة. هلأ أنا حطيت الشوكولاتة وبدأ أحط الـ M&M. هيك بتكون خلص الكب كيك. لساتكم بتقولوا عني ما بعرف أطبخ، بس بشوفكم الحلقة الجاية. Thank you.